بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني مرحبا بكم في شرح لمنصة تعليمية جديدة إن شاء الله. في هذا الفيديو إن شاء الله سأشرح لكم منصة عربية جديدة تقدم مساقات ودورات تكوينية في مختلف المجالات، فنلتقي إن شاء الله بعد الفاصل. إخواني السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في هذا الشرح الجديد لمنصة عربية جديدة اكتشفتها مؤخرا، وهي منصة دروب، وهي برنامج لتحقيق رؤية 2030 يعني في المملكة العربية السعودية. هذه المنصة اكتشفتها مؤخرا وهي منصة رائعة جدا، استفدت منها كثيرا وحصلت على عدة شواهد منها، وهي منصة رائعة كما قلت. الآن سنشرح في شرح طريقة التسجيل، لأنها صراحة منصة خاصة بالسعوديين، لكن تتيح الفرصة التسجيل أي كان في أي بلد عربي أو في أي بلد يمكن له التسجيل في هذه المنصة. الآن إن شاء الله سنشرح طريقة التسجيل فيها، يعني ما التسجيل الروتيني في أي موقع عادي جدا كتسجيل في أي موقع، إلا أن هذه المنصة لها يعني بعض اختلافات على باقي المنصات. لننطلق في تسجيل الحساب، عفوا تسجيل الحساب سجلت فيها سالفا، لكن سأشرح طريقة التسجيل. يعني هنا البريد الإلكتروني، رقم الجوال، وهو ضروري جدا، يعني رغم أنه لن يعطيك يعني تسجيل رقم بلدك، فقط سجل أي رقم، أن هذا الرقم أو الرمز الوطني لا يتغير. كلمة المرور أو الكلمة السرية هي سهلة جدا، إعادة الكلمة، مواطن سعودي لا، يعني في حالة إدخالك لهذه اختيارك لإجابة لا، يعني تدخل الاسم الأول، الاسم الأخير، اليوم، الشهر، السنة، يعني اختيار الجنس، إنشاء حساب، سأقوم بإنشاء حساب، بإنشاء حساب، يعني لنجرب، هذا على سبيل المثال، كلمة المرور، نختار أي كلمة، يعني سهلة الحفظ، إعادة الكلمة. يعني في حالة ظهور هذه فإن كلتا الكلمتين كلمتي المرور متطابقتين. الاسم، يعني الاسم العائلي، سأزيد بن يوسف، يعني تاريخ اليوم، الشهر، ثم السنة، من مواليد 85، نعم ذكر، إنشاء حساب جديد، الرجاء إدخال رقم جوال صحيح بدون صفر. يعني هنا مشكلة، مثال يعني نعم دخلنا بدون صفر، لابد نرى، تقديمك لرقم الجوال سيساهم في استفادتكم من الخدمات المقدمة للحساب عبر الرسائل النصية، لنرى، نعم واحد، يختار المدينة. هنا كما قلت لكم سابقا
هنا يعطيك فقط المدن السعودية، يعني لا يعطيك الاختيار لكي تختار بلدك الأصلي. هنا تختار أي مدينة من المدن، يعني أي مدينة من المدن السعودية فقط للتسجيل. سبيل المثال الرياض، نرى مرة أخرى إعادة كلمة الكلمة السرية. عدناها، نعم، في هذه اللحظة أنه لم يعطيني الحق في الدخول في التسجيل. يعني هنا يجب فقط إدخال رقم يعني صحيح، محاولة يعني إلى أن يقبل الرقم. هنا سندخل تسجيل الدخول، سأسجل الآن الدخول إلى حسابي في هذه المنصة لنرى، لأريكم وأشرح لكم يعني طريقات متابعة الدروس. نعم، هذه هي يعني حسابي في المنصة. ولنرى هنا الملف الشخصي كما ترون، رقم الجوال المدخل هذا التسجيل، فهو ضروري في التسجيل. هنا كما ترون الاسم، رجاء يعني معلومات الحساب، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، الكلمة، كلمة السر. هنا المعلومات الشخصية، اسم العائلي والاسم، يعني هنا ضروري إدخال اسم الثلاثي، يعني لا بد من إدخال الاسم الأول بالعربية والاسم اسم الأب، يعني ضروري ومؤكد ضروري. يعني كل خانة تحتوي على هذه النجمة فهي ضرورية. اسم العائلي يعني ضروري، كذلك باللغة الإنجليزية نفس الشيء. هنا تختار المدينة، يعني كما قلت لكم بالنسبة للقاطنين خارج المملكة العربية السعودية، يعني يختارون أي مدينة في العربية السعودية ويتبعون التسجيل. هنا تاريخ الميلاد، الجنس، الجنسية، يعني غير ذلك في حالة الاختيار الجنسية، يعني اختيار غير ذلك، يعني لا داعي لذكر الجنسية رغم أنها ضرورية. ولكن يعني المستوى التعليمي، التخصص الأكاديمي، الوظيفة، الوضع الوظيفي الحالي، يعني هنا تعديل المعلومات. الآن ننطلق إلى الدورات التكوينية، هناك إدارة الأعمال، اللغات، المالية والمحاسبة، البيانات والإحصاء، التقنية وعلوم الحاسب الآلي، الفنون والعلوم الإنسانية، المهارات الوظيفية، مهارات تطوير الذات، الصحة، يعني لنتصفح الجميع ونرى ما هي المساقات أو الدورات التكوينية المتاحة. هنا الإعداد لاختبار اللغة الإنجليزية، إدارة الذات، اتجاهات، سوق التأمين، الأساسيات المهنية، واحد المهنية الثانية، التواصل الفعال مع العملاء، تشريعات صناعة التأمين، تطوير الذات، خدمات العملاء، تعرف على، يعني مساقات رائعة جدا مطلوبة في سوق الشغل. إن شاء الله ستفيدكم هذه الدورة أو هذه هذا الشرح. فيما يخص هنا في الخانة أو الشق الجانب الأيمن للمنصة، هناك يعني جميع التخصصات، إدارة الأعمال، البيانات. على سبيل المثال لنختار البيانات والإحصاء، بما في بيانات الإحصاء. سبيل المثال نختار هذا المساق، يعني هنا نبدأ عن المساق، نبدأ تمكنك هذه الدورة، يعني نبدأ عن المساق. هنا الهدف من هذه الدورة، الأهداف،
الفئات التي يستهدفها البرنامج التدريبي: محلل البيانات، اختصاصي البيانات، المهتمين في مجال تحليل البيانات، المهتمين في تطوير البيانات. هنا مقدمة أو نبدأ عن مقدم أو محاضر أو عن الأستاذ. هنا تمت المراجعة العلمية من قبل، يعني هنا المراجعة، وهنا الشركاء هذه الدورة موصى بها من قبل شركة الأبحاث الرقمية موزين ماستر ووركس، يعني معترف بها من طرف وموصى بها من طرف هذه العلامات التجارية أو يعني الشركات. مطالب استكمال الدورة: النجاح في الاختبار النهائي بنسبة لا تقل عن 80% على المتصفحة الداعمة لدروب، يعني كروم، سيفاري، فايرفوكس. هنا يعني في حالة يعني رغبتك في الاستفادة من هذه الدورة، فقط تضغط على استعراض الدورة وتنطلق في مسارك التعليمي. هنا يعني نفس بالنسبة، هنا يخبرك: مرحبا بك في مقدمات في البيانات والإحصاء الوصفي. هنا يذهب إلى الدورة. هنا كما قلنا يعني شرح لنبدأ عن الدورة. هنا تختار أهداف الدرس حول الدورة. هنا حول الدورة يعطيك معلومات حول الدورة. تابع الدورة. هنا ننطلق إن شاء الله في الدورة، وهي عبارة عن فيديو. هنا يعني يعطيك شرح وتعريف أنواع المتغيرات. هنا شرح للدرس المقابل. هنا شرح يعني مكتوب، وهنا شرح بالفيديو في هذه الخانة. هنا شرح بالفيديو للدرس أو للدورة التكوينية. يعني تستمر فقط في اتباع التواريخ قد هذه تكون مختلفة. الدورة. هناك عدة أساليب لتخزين يعني التاريخ حسب منصة سهلة جدا نمط كتابة ورائعة. التاريخ. هناك الأسلوب الأمريكي وهناك الأسلوب الغير بالنسبة الأمريكي، للامتحان يعني تعطى فيوجد كل عدة أساليب دورة أو يمكن كل اختيار كل وحدة يعني فيها اختبار نعم، نعود إلى الدورة ونرى في كل يعني تعليم تطبيقي، تطبيق عملي يعني الأهداف الدرس. هنا يعني تطبيق عملي، تقديم الدرس، اختبار تعليمي، ملخص الدرس يعني لهذا الدرس، أنواع الدرس الأول، أنواع المتغيرات داتا تيبس. يعني هنا كل دورة أو كل يعني درس له تطبيقات وتقييم الدرس بالإضافة إلى ملخص له. نفس الشيء بالنسبة لجميع ال وهنا التقييم النهائي. هنا اختبار النهائي عفوا. فقط لنرى يعني مثال لهذا الاختبار النهائي. أسئلة يعني أسئلة فقط، تركيز في الدرس. هي أسئلة سهلة جدا، يعني سهلة وواضحة جدا. بالنسبة في آخر تعطى لديك ربما في هذه تعطاك وقت، تعطى ثلاث يعني ثلاث فرص في الامتحانات هنا في هذه المنصة. وأتمنى لكم يعني التوفيق والسداد إن شاء الله في مساركم التعليمي والدراسي والعملي. هنا فقط تسجلوا في هذه المنصة، فهي منصة رائعة. سأريكم بعض الدورات التي سجلت فيها. هنا يعني أمن المعلومات، هذه هي الشهادة، الدورة التي حصلت فيها على شهادة الدورة. تابع الدورة، يعني الدورة
أكملتها فقط إلى النتائج. هذه يعني النتائج التي حصلت عليها في هذه الدورة التكوينية، حصلت على 93% في يعني المعدل الإجمالي للدورة. وهذه هي المساقات أو المحاور أو الوحدات التي يعني اجتزتها يعني بكل أريحية، بكل يعني تركيز، بكل يعني لدي الوقت في اتباع هذه الدورات. هنا يعني الاختبار النهائي حصلت على 14/14، والحمد لله. يعني هناك مساقات ودورات أخرى، على سبيل المثال دورة المبيعات والتسويق، النتائج المبيعات، نعم اختار هنا الدورات التي سجلت فيها، عفوا هنا المبيعات والتسويق، إدارة البيع بالتجزئة، مقدمة في البيانات والإحصاء الوصفي، مقدمة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تكنولوجيا المعلومات في مكان العمل، أتقن برامج المايكروسوفت. هنا يعني ربما حصلت على الشهادة. ذهب إلى الدورة، النتائج، نعم حصلت على شهادة، وهي دي معينة لشهادة مثال، لشهادة التي تمنح من طرف دروب. ها هي يعني نموذج للشهادة والشهادة التي تمنح، وهي مختلفة تماما تماما عن المنصات العربية الأخرى، فقط التي من غير رواق أيضا، فهي تمنح شهادة إلكترونية باللغة الإنجليزية، وهذه وإدراك ودروب أيضا، عفوا، فهي يعني هذا هو يعني الاختلاف بين المنصات. منصات يعني الاسم باللغة الإنجليزية، هنا التخصص الذي يعني أتممت فيه الدورة بنجاح، هنا تاريخ يعني هنا عدد الساعات التي قضيتها في الدورة، هنا تاريخ يعني انتهاء الدورة أو إصدارها، إصدار الشهادة، وهذا يعني شعار باللون الذهبي للدروب. هنا يعني وزارة العمل، هنا شعار لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهذا رابط تحقق من الشهادة. هذا الرابط له دور مهم، وهو في حالة طلب أحد يعني يعني لا أحد في شركة ما، أو يريد أحد أن يتحقق من مصداقية الشهادة، أو أنك اجتزت هذه الشهادة، فقط ترسل له هذا الرابط وهو يتحقق. لنرى على سبيل المثال، وهو يتحقق من مصداقية، عفوا أنها لم تعمل، هذا فقط يعني الرقم التسلسلي للشهادة، الرقم التسلسلي للشهادة. يعني كما قلت لكم، يعني منصة رائعة جدا، ويمكن طبعها، فهي يعني منصة رائعة، و يعني دورات تكوينية رائعة في مجالات مختلفة، و يعني مطلوبة في سوق الشغل. فقط الإنسان أن يتوكل على الله، وأن يستغل وقته في التعليم. فكل معلومة أضيفت إلى الرصيد المعرفي له قيمة، سواء في تكوين الشخصية أو في المساهمة في تطوير الذات والعمل. وأتمنى لكم التوفيق والسداد إن شاء الله في مساركم الدراسي والعملي والتعليمي.
إخواني لا تنسوا المشاركة والاشتراك والضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم كل جديد.